بكم مشاهدينا إلى النشرة المسائية من هنا سوريا. على الصعيد الميداني لهذه الليلة، هدوء يخترق ضراوة المعارك، أهالي حمص القديمة إلى الحياة. تقرير عده لنا الزميل سفيان عبد المعطي. الجيش السوري يتصدى لهجوم بريف حماة ويحبط محاولة تسلل بريف حلب. 6 أشهر هو عمر المفاوضات لإخراج المدنيين القابعين في أحياء حمص القديمة. 3000 مدني منعهم من التحرك خارج أسوار حيهم القديم. إصرار المفاوضين على عدم تفتيش الخارجين منه ما ربط بمحاولة إخراج قادة المعارضة المقاتلة بالمنطقة، والتي استحالت أمامهم سبل الخروج منها بعد فرض الجيش السوري لطوق محكم عليها. تم الاتفاق بعد الأخذ والرد والمفاوضات الجنيفية وما سبقها من حوارات وترتيبات بين محافظ حمص والممثل المقيم للأمم المتحدة فيها. إجلاء المدنيين والتي ستكون مرحلته الأولى إخلاء 200 شخص من أطفال ونساء وكبار سن، حسب ما صرح محافظ حمص طلال البرازي، فيما تأجل إدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى المدينة القديمة التي تعج بمآسي الأزمة السورية ودمارها بسبب مشكلات لوجستية إلى يوم غد. مدنيون ساروا على الأقدام من جورة الشياح، نقطة التماس ما بين المسلحين والجيش السوري، والتي شهدت أعنف المعارك وأصخبها حتى أعلنت الهدنة المؤقتة، والتي تحدثت الخارجية الروسية عن استمرارها لثلاثة أيام. ساروا إلى منطقة الميماس حيث تتواجد حافلات نقلهم هناك. إخراج المدنيين، والذي تم بتعاون بين الهلال الأحمر العربي السوري وعدة منظمات دولية وبالتنسيق مع الجيش السوري، كان على عدة مراحل، كل مرحلة ضمت إخراج عدد من المدنيين ونقلهم إلى المكان الذي يشاءون. عمليات النقل وفي مرحلتها الأولى تمت رغم اختراق عدة رصاصات أطلقها مسلح مجهول صفو المكان وسعادة النجاة، لتصيب أحد الخارجين من حمص القديمة بعد تلاسنه مع عدد من المسلحين المتواجدين بالمكان، ليتم نقله وإسعافه بواسطة الهلال الأحمر العربي السوري. تصدى الجيش السوري لهجوم مسلحين على بعض النقاط العسكرية في محيط صوران بريف حماة الشرقي، ما أدى لمقتل العديد من المسلحين وإصابة آخرين، فيما قتل الجيش 15 مسلحاً وجرح آخرين وقام بتدمير بلدوزر تابع للمسلحين في محيط قرية رسم العبود بحلب. كما أحبط الجيش محاولة تسلل بالقرب من عين عسان بريف حلب، ما أدى لمقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين. وبالانتقال إلى الأزمة السورية، الحكومة السورية تؤكد مشاركة وفدها في جولة المفاوضات الثانية من جنيف 2. المنسحبون من الائتلاف يجتمعون في اسطنبول لتشكيل تنظيم مستقل. واشنطن بوست على الولايات المتحدة مراجعة سياستها الفاشلة في سوريا. جدول أعمال مسبق لمفاوضات جنيف المقبلة. ومقاتلون بريطانيون في سوريا يهددون بشن هجمات في لندن وواشنطن. أكد نائب وزير الخارجية السوري وعضو وفد الحكومة السورية إلى جنيف فيصل المقداد مشاركة الحكومة السورية في الجولة الثانية من مفاوضات مؤتمر السلام حول سوريا جنيف 2، والتي ستبدأ يوم الاثنين المقبل في مدينة جنيف السويسرية. حيث قال المقداد أن الوفد السوري يؤكد متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر بالتجديد على مناقشة بيان جنيف 1 بندن بندن. ذكرت صحيفة رأي اليوم أن الأعضاء الذين انسحبوا من الهيئة السياسية العامة للائتلاف السوري المعارض سيعقدون اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل في اسطنبول لتقرير خطوتهم المقبلة، إما العودة إلى الائتلاف أو تشكيل جسم سياسي جديد، والخيار الثاني هو الأرجح. وقالت مصادر معارضة أن كمال اللبواني الذي انسحب من الائتلاف بعد إعادة انتخاب الجربة يفكر حاليا مع قيادات معارضة أخرى تشكيل تجمع جديد يفكر بمستقبل سوريا. قالت صحيفة واشنطن بوست أنه يتوجب على الولايات المتحدة مراجعة سياستها الفاشلة في سوريا، وخاصة بعد أن أقر وزير خارجيتها جون كيري أمام مجموعة من أعضاء الكونغرس أن سياسة إدارة أوباما في سوريا بدأت تفشل، مما يجعل الحل الأفضل لمعالجة الأزمة السورية يتمثل بمفاوضات السلام في جنيف، وأن مطالبات أمريكا بضرورة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا لم تحظى بأي مصداقية. علمت صحيفة الجمهورية اللبنانية من مصادر دبلوماسية متابعة في جنيف
أن المفاوضات السورية المقررة الاثنين المقبل لن تكون كسابقتها، وأكدت هذه المصادر أن المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي سيعمل على وضع جدول أعمال مسبق للمفاوضات، ما يمنع طرع عناوين غير محددة مسبقاً على طاولة المفاوضات كما حصل المرة الماضية. ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مقاتلين بريطانيين ممن يشاركون في القتال بسوريا هددوا بشن هجمات ضد أهداف في لندن وواشنطن، وأشارت إلى أن هذا التهديد يعتبر الأول من نوعه الذي يخرج من سوريا، حيث يشارك المئات من البريطانيين في القتال مع المجموعات الجهادية. وأضافت أن مسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في بريطانيا يأخذون على محمل الجد التهديدات الصادرة عن الجماعة الجهادية التي تطلق على نفسها اسم راية التوحيد. وفي آخر أخبار الشرق الأوسط والعالم، أعمال العنف تحصد أكثر من 20 قتيلا في العراق. الخارجية الإيرانية: الأجواء السلبية التي تفرضها واشنطن ستتبعها ردة فعل إيرانية. أوباما: نحن نعمل مع الروس من أجل ضمان حماية الأولمبياد. استهدفت أعمال عنف عدة مناطق في العراق ما أدى لمقتل 11 شخصا وإصابة 46 آخرين. كان أشدها في قضاء تصخور ماتو في محافظة صلاح الدين، حيث قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 27 بجروح في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة. ومن جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة العراقية أن 3 جنود قتلوا في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش على طريق رئيسي بقضاء مدينة بيجي. وجهت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم تحذيرا من أن سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض أجواء سلبية جديدة على المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ستتبعه ردة فعل إيرانية. وأضافت أفخم أن الإدلاء بتصريحات كالتي صدرت عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيعكر صفو الأجواء الإيجابية التي تسود بين إيران ومجموعة 5+1. صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن روسيا تواجه تحديا هائلا في منع وقوع هجوم إرهابي خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة سوشي الروسية والتي تبدأ الجمعة، مؤكدا أن واشنطن تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حماية الأولمبياد. وأضاف أوباما: نحن نعمل باستمرار مع الروس من أجل أن نضمن سلامة ليس فقط لاعبين الأولمبيين بل كل الأشخاص الراغبين في حضور الألعاب الأولمبية. نهاية أخبارنا السياسية لهذا اليوم، نبقى مع آخر أخبار الفن والثقافة مع الزميل سعيد خوري والنشرة المنوعة. إلى اللقاء. مساء الخير، المنوعة من هنا سوريا. في الثقافة، سوريا تشارك بمهرجان ساير الآسيوي والثقافي المجري يعرض حرق أوبرا القاهرة. في الفن، مياد الحناوي تنفي تصريحاتها حول أصالة. في الرياضة، تضارب الأنباء حول وفاة شوماخر. في المنوعات، سكوتلندا توافق على زواج المثليين وفضيحة جنسية جديدة تطال بيل كلينتون. في التكنولوجيا، يد آلية تعيد حاسة اللمس لمبتوري الأيدي. تدخل سوريا إلى جانب العديد من الدول في جو من المنافسة عن طريق مشاركة المخرج السوري حنا كريم من خلال فيلم سيركل في مهرجان ساير الأسيوي للأفلام القصيرة والمقام في أندونيسيا لانتقاء أفضل فيلم يعالج مشكلة مرض الإيدز، على أن يتم اعتماد الفيلم الفائز كإعلان رسمي لمكافحة هذا المرض. عرض في المركز الثقافي المجري بالقاهرة الفيلم الوثائقي حرق أوبرا القاهرة، سيناريو وتصوير وإخراج رئيس المركز القومي للسينما كمال عبد العزيز، حيث يعرض الفيلم مشاهد سينمائية وثائقية نادرة لحريق الأوبرا المصرية الخديوية فجر يوم 28 من تشرين الأول عام 1971، عندما التهمت النيران بالكامل هذا المبنى التاريخي بما فيه من ملابس وأكسسوارات مخصصة للعرض. نفت الفنانة السورية ميادة الحناوي في لقاء صحفي أن تكون قد تحدثت لجريدة السياسة الكويتية حول ندم أصالة ورغبتها في العودة إلى سوريا والغناء للرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت الحناوي أن موقفها الداعم للنظام كان سبباً في عدم توجيه الدعوة إليها لحضور عدد من المهرجانات العربية،
مهاجمة في نفس الوقت الفنانة السورية أصالة نصري، ومشيرة إلى أنها ممنوعة من الدخول إلى سوريا ومحكومة بالإعدام. بعد أن نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر خبر وفاة نجم الفورمولا 1 مايكل شوماخر، نفى المستشفى الجامعي في غرونوبيل الذي يرقد فيه شوماخر الشائعة. وتأتي شائعة وفاة شوماخر بعد أن بدأ الأطباء عملية إخراج سائق فيراري السابق من الغيبوبة المصطنعة التي وضع فيها قبل أكثر من شهر بعد تعرضه لحادث خلال ممارسته رياضة التزلج في منتجع ميريبيل في جبال الألب الفرنسية. وافق برلمان اسكتلندا بغالبية ساحقة على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، لتصبح اسكتلندا بذلك البلد 17 الذي يعطي الضوء الأخضر لهذا الزواج رغم معارضة المنظمات الكنسية الرئيسية. وقالت حكومة اسكتلندا بحسب وكالة رويترز إن إقرار مشروع قانون زواج المثليين خطوة مهمة للمساواة في الحقوق، ويمهد الطريق لإقامة حفلات لزواج المثليين في وقت لاحق من هذا العام. كشف موقع رادار أونلاين الأمريكي عن فضيحة جنسية جديدة للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون عبر تسجيل صوتي للممثل الأمريكي توم سايزمور. جاء فيه أن كلينتون طلب منه شخصياً رقم هاتف صديقته إليزابيث أثناء لقائه لمجموعة من نجوم فيلم Saving Private Ryan. من جانبها نفت إليزابيث هيرلي صحة هذه الأنباء، لكن مواقع أمريكية نشرت صوراً تجمعها بسيد البيت الأبيض. ذكر فريق من العلماء يداً آلية تمنح مبتوري الأيدي شعوراً يحاكي حاسة اللمس الطبيعية من خلال الأصابع، حيث عبر دنماركي يدعى دينيس آبو بعد خضوعه لعملية جراحية في إيطاليا تم من خلالها ربط يد آلية بأعصاب الجزء العلوي من ذراعه والتي فقدها في انفجار ألعاب نارية منذ 10 أعوام، قائلاً إن هذه اليد مذهلة. هي كانت أهم أخبارنا المنوعة على اليوم. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني syriaizhir.com. لاقونا بكرة.